تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي 2023 تحت شعار المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أحدا خلف الركب، والذي يصادف 16 من أكتوبر من كل عام. ويأتي احتفال مملكة البحرين بهذه المناسبة العالمية في إطار حرصها على تعزيز الموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمقبلة، بما يضمن إحداث تحول حقيقي في تطوير أنظمة الغذاء والزراعة إلى نظم أكثر استدامة. تأتي أهمية الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي في هذا العام لإحداث تحول في نظم الغذاء العالمية لتصبح أكثر استدامة وسط معاناة مئات الملايين من الجوع كل عام، وهو أمر تحرص عليه مملكة البحرين، نظرا لأن نظم الغذاء الحديثة تستطيع أن تساعد العالم على أحداث خفض في ثلث الانبعاثات العالمية التي تتسبب بها نظم الغذاء التقليدية. ويحمل اختيار شعار هذا العام دلالات عدة، منها نجاح المملكة في تحقيق العديد من الإنجازات الفريدة على الصعيدين العربي والدولي في الأمن المائي، الذي جعلته القيادة الحكيمة في صلب اهتمامها كونه جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي وركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وتترسخ لدى المملكة قناعة بأن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تتطلب تكثيف التعاون والشراكات الدولية في مجال تبني مفاهيم وممارسات الاستدامة على أوسع نطاق، فيما يتعلق بإيجاد حلول مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. ومن منجزات مملكة البحرين بهذا الشأن، قامت المملكة بوضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي وفق مواعيد محددة التنفيذ وضمن نطاق عمل واضح، حيث أولى جلالة الملك المعظم موضوع الأمن الغذائي أهمية كبرى، وأصدر توجيهاته نحو رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة من خلال وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.